هي انا ما قداش نصور انا الفيلم مشكل باقي ما بديناش راه حيت باقي ما بديناش داكشي علاش قلت لك والله ضحفتك يلا ندوزو للفقره الثانيه تصورات الفقره الاولى ندوزو الثانيه ها يلا خويا يلا عفاك ندوزو للضيف 3 2 1 اي شكون اللي كتوقعي انني نجيب لك اليوم الضيف المفاجاه او الضيفه المفاجاه ما عرفتش والله ما عرفت الضيفه الثانيه من بعد حسنا مومني معنا ومعكم فاتي جمالي مراد عفاك عندي واقيلا شي بروبليم في الميكرو مراد واحد دقيقة عفاك هادشي اللي جايبني شنو انا غادي ندخل ضيفة ثانية مراد غيتي عادي شنو المشكل ما كنعرفهاش شنو بينا كيفاش شنو المشكل يعني؟ لا قلت سير قلت وباش تحموا الطرح شعل العوافي مراد العشابي انسحبوا فاتي جمالي وداروا راسهم كيدويو وما فاهمينش وبالعاني خلينا الميكرو شاعل في البلاطو باش كلشي يتسمع وتزيد تشعل. خويا فرع ليا راسي 50 ابيل وكتقول لي حلقه بوحدي وتقدر تجيب لي ضيف مفاجاه. تعطلتي بدينا بها تعطلت ماشي مشكل قول لهم راه كنسمعوا مع والثاني نسمع شي حاجه حيت كيفاش انت كيفاش ماشي ايوا صافي سير كمل مع السيده ديالك انا غادي نمشي كيفاش عشان قلت لها الله يرحمك الوالدين اللي ما خلاني نكمل هذه الحلقه الله يرحم لك الوالدين عفاك رتوش المكياج عفاك ما عندها مشكل في المكياج حيت رمضان خصها تنقص شويه من المكياج اي خلات تصور ما كاينش رمضان دابا خلات تصور حتى رمضان ونحيدوا المكياج ما يمكنش غتبان هي بديك الصوره باش يعاوكك باش لا راح ندير مكياج بزاف ماشي ديال رمضان ما شفتش انا اصلا الله يمرضيك البنت